هبطت ودائع البنوك الأمريكية الصغيرة لمستوى غير مسبوق عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من هذا الشهر. وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن ودائع هذه البنوك انخفضت بنحو 120 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 من هذا الشهر، فبلغ إجماليها 5 تريليونات و460 مليار دولار. كما زاد اقتراض هذه البنوك لمستوى غير مسبوق خلال نفس الفترة ب 253 مليار دولار. وأظهرت بيانات الفيدرالية أيضا زيادة ب 67 مليار دولار في ودائع البنوك الكبرى الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلطات التنظيمية قد تتدخل لتأمين المزيد من الودائع إذا ما تعثرت بنوك إضافية. إذا استمرت حالة عدم الاستقرار أكثر مما كان متوقعاً، فإن وكالة تأمين الودائع الفيدرالية ستمارس صلاحيتها لضمان الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار. أرى أن الأمور ستأخذ وقتاً أطول للعودة إلى وضعها الطبيعي، لكنني لا أرى في الأفق ما يشير لاحتمال أن تزداد سوءاً. أتفهم حالة عدم الارتياح، وأرى أن البنوك متوسطة الحجم ستكون قادرة على الصمود. انخفض سعر سهم دوتشي بنك الألماني بعد أن زادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديونه لأعلى مستوى منذ أكثر من 4 أعوام. وقد هبط سهم البنك بنحو 15% في جلسة الأمس قبل أن يقلصها إلى 8%، مسجلا أدنى مستوى في 5 أعوام. يأتي الانخفاض ضمن موجة هبوط شهدها القطاع البنكي الأوروبي في الأسبوع الماضي، متأثرا بتداعيات إغلاق وتعثر بنوك أمريكية وأزمة بنك كريديت سويس. هذا وقلل المستشار الألماني أولاف شولتز من المخاوف بشأن دوتشي بانك، كما رفض المقارنة بينه وبين بنك كريدي سويس قائلا إن دوتشي بانك يتمتع بربحية وتنظيم عالية. يمكن قولها بوضوح، القيود المشددة التي وضعت في الأعوام الماضية حققت نتائجها. لدى النظام البنكي في أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هياكل تنظيمية تتضمن قواعد مشددة. هذه القواعد تدفعنا للقول بأن النظامين البنكي والمالي الأوروبيين قويان ومستقران. توقعت المفوضية الأوروبية يتسبب الجفاف في تراجع إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون إلى نصف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. كما قالت جمعية المصدرين الإسباني إن الجفاف سيؤدي إلى انخفاض إمدادات زيت الزيتون عالميا ب10% من إجمالي إنتاج العام الماضي البالغ نحو 3 ملايين طن. وساهم نقص الإمدادات في ارتفاع سعر زجاجة زيت الزيتون 60% العام الماضي، كما ساهمت عوامل أخرى من بينها ندرة زيت دوار الشمس نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا. يذكر أن إسبانيا تساهم بنحو 40% من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون. نبقى مع تداعيات الجفاف، إذ قيد المغرب صادرات الطماطم منذ آخر الشهر الماضي، كما فرض حظرا شاملا في الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع الأسعار محليا. وساهم الجفاف في اضطراب موسم الحصاد هذا العام وأدى إلى نقص المحاصيل، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما الخضروات في المملكة المتحدة. ويخشى التجار أن يؤثر تقلص الصادرات على حصتهم في أسواقهم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ويتوقع أن ينخفض إنتاج منطقة سوس ماسا أكبر منطقة لزراعة الطماطم في المغرب بنحو 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
ختام جولة الاقتصاد، شكرا على المتابعة. الآن إلى مريم وإطلال على قصة من منصات التواصل الاجتماعي.